هل تظن أن هذا الشارع ملك لك؟ هيا أبعد سيارتك على الفور. حسناً، لقد فات الأوان. هل كان عقلك مشتتاً إلى هذه الدرجة أيها الشاب؟ بكل الأحوال انظر أمامك جيداً فيما بعد. يجب أن يتم تدريب كلاب الحراسة لتفرق بين موظفي التوصيل واللصوص. حسناً، لقد وصلت الفكرة. يا لها من طريقة رائعة ومبتكرة في الإعلان والتسويق. بغض النظر عن طريقة جلوس هذه الصغيرة، ما رأيكم بهذه المفاجأة؟ غير متوقعة، أليس كذلك؟ لا تثق بمعظم الشركات التي تقدم خدمة التوصيل المجاني، لأن النتيجة تكون كما تشاهدون الآن. إنه الصديق الغبي الذي يرغب أصدقاؤه بالابتعاد عنه على الدوام حتى لا يجلب لهم المشاكل وسوء الحظ. لحسن الحظ أن عملية السرقة التي كان ينفذها هذان اللصان لم تكتمل وباءت بالفشل. إياكما والعودة إلى هنا مجدداً. آمل أن تتوخي الحذر في المرات القادمة يا عزيزتي. هل أنت بخير؟ يبدو أن هذا الطفل يستمتع كثيراً بالزحلقة على الثلج. أعتقد أنها لعبة مسلية، أليس كذلك؟ لا تتحمسي كثيراً أيتها السيدة، إنه مجرد عالم افتراضي، لذا كوني حذرة. إن سائق هذه السيارة رمز للعزيمة والمقاومة وعدم الاستسلام بسهولة. أحسنت يا بطل. من الواضح أن هذا الكلب كان متحمساً للغاية للتنزه مع صاحبه. هذه المرة لا يوجد هنا كلاب للحراسة، بل دجاجات. يا له من مشهد مضحك. هذا الكلب الكسول لا يريد الخروج من المنزل. السيارة لم تتحمل هذا العدد من الركاب. بدأت أتأكد من أن جميع العمال يستحيل أن يحافظوا على الألواح الزجاجية التي يقومون بإيصالها. في كل مكتب عمل هناك موظف فوضوي ومشاكس. شاهدوا كيف تزحلق وزحلق صديقه معه. هل أنتما بخير؟ أحسنت، قفزة رائعة. أعتقد أن الأشخاص الذين بنوا محطة الوقود هذه لم يسمعوا بقوانين الجاذبية والتوازن على الإطلاق. إن حجم هذا الكرسي غير مخصص لك أيها الطفل الجميل. بينما كانت هذه السيارة متوقفة وبها شخصان يراقبان ذلك النمر الذي يقف كالسارق المختبئ، مر شخصان على دراجة، والمفاجئ أن النمر خرج مباشرة للهجوم عليهم، ولكن لحسن الحظ أنه فر هارباً منه بشكل سريع للغاية.